بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ ان شاء الله نسطب مع بعض الاوتوكاد. دلوقتي معانا نسخة اوتوكاد 2008 هنسطبها، هي نفس فكرة 2006 و7 و8 و9 و10، كل النسخ الاوتوكاد موجودة ان شاء الله. بدو سطب، فهو بيبدأ يعمل سطب. بختار انستول برودكتس، بقوله نكست، بختار اوتوكاد 2008، بقوله نكست، دي دبليو اف فيور هينزل معايا عادي، نكست. بختار من الدولة بتاعتي، بقول هنا انا موافق اي اكسبت على الاتفاقية ديت، اقول له ايه نكست. بكتب هنا الفيرست نيم واللاست نيم، نكست. هنا بيديني شوية اعدادات افتراضية ممكن ابدأ اغير فيها، لو عايز اغير فيها بدوس هنا وببدأ مثلا اقول له انا عايز الاديتور بتاع التكست، يعني برنامج اللي يعمل اديتور، نكست. بعد كده النوع اللايسنس بتاعتي عادية ولا نتورك، اختار اللي هي ستاندرد الون عندي مفيش مشكلة، نكست. بعد كده بقول له عايز التسطيب كاستم ولا تيبيكال، نخليها تيبيكال عادي. عايز تسطب الاكسبريس تولز، ودي مهمة جدا ان احنا نختارها. الماتيريال لايبراري عايز تسطبها ولا لا، تمام. اما دلوقتي ممكن يكون العادي بتاعي ان هو سطب على السي، انا دلوقتي ممكن ما يكونش عندي مساحة على السي، اسطب على الدي او على الاي او على الاف او اي مكان تاني، تمام. اقول له بعد كده نكست، خلاص كده خلصنا. فاقول له خلاص كده كومبليت، كده رجعت بقول له ايه انستول. بيبدا هو بقى ايه يسطب دلوقتي بقى الفريم ورك والاف بي اي في جوبزك ابلكيشن والدايركتس والاكس ام ال والدي دبليو اف والفلاش وكل الحاجات ديت لحد ما يوصل لاوتوكاد 2008. دلوقتي الحمد لله التنصيب كامل، بدوس فينيش وباجي هنا افتح الاوتوكاد ستارت والبروجرام اوتوديسك اوتوديسك 2008، واختار اوتوديسك 2008. بيبدأ الاوتوكاد يتحمل، بيقول لي انا عايز اعمل اكتيفيشن، بدوس نكست. بكتب هنا السيريال نمبر، باجي هنا في الكراك اغسل النمبر اللي هو دوت، بكتب هنا. بعد كده المفروض ايه اكتب الاكتيفيت كود، باجي على الريكوست كود واخد كوبي واروح للكراك واقول له بيست، اقول له كالكوليت الرقم دوت، باخده ارمي في البرنامج بس، اقول له ايه نيكست. خلاص بيقول لي خلاص الاكتيفيشن كونفيرميشن، بقول له فينش، تمام.